إذن بشأن اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم جنين بالضفة الغربية، معنا هاتفيا من الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية شدا حنايشة. مرحبا بك سيدة شدا. 3 قتلى إذن حتى الآن وبعض المصابين من الفلسطينيين هي حصيلة أولية لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية فجر هذا اليوم. كيف تبدو الأوضاع الآن في المخيم بعد خروج قوات الاحتلال؟ تحياتي لكم. يعني الوضع في مخيم جنين في هذه اللحظات يعني في مزيج من الغضب والهدوء ايضا عقب يعني خلينا نحكي صباح ساخن وصعب على جنين جميعها، مدينه جنين ومخيم جنين ايضا. يعني فقدت جنين اليوم شاب وفتى من احدهما يبلغ من العمر 17 عاما والثاني 23 عاما بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال وإطلاق النار عليهم، كما أصيب 15 مصابا وصلوا لمستشفيات مدينة جنين. هناك بعض الحالات الخطرة، لا زال وضع قلق صراحة حتى هذه اللحظة. هناك إصابات في حالة حرجة، 3 إصابات في حالة حرجة لا زالوا موجودين في غرف العناية المكثفة في مستشفيات جنين. فيمكن القول أن الوضع في جنين حاليا رغم الهدوء إلا أن هناك تخوفات من استشهاد أو ارتفاع عدد الشهداء في منطقة جنين. يعني ما الأسباب التي ساقها الاحتلال لتسويغ هذا الاقتحام؟ ما الذرائع لاقتحام المخيم واعتقال بعض من أبنائه؟ يعني ما حدث، ما طبعا نحن نعلم جميعا ان مخيم جنين منذ فترات طويله منذ العام الماضي هناك محاولات لانهاء المقاومه في مخيم جنين. ما حدث صباح اليوم في تمام الساعه 6 اقتحمت قوات خاصه من جيش الاحتلال يرافق بحمايه قوات الاحتلال مخيم جنين وداهمت احد منزل احد المطلوبين وقامت ب يعني باستجواب عائلته والتهديده بتسليم نفسه، كما وما ادى الى حدوث مواجهات في عده مناطق بمخيم جنين ومدينه جنين. يعني الاحتلال يعني كما ذكر امين سر حركه فتح في منطقه جنين قال ان ما حدث اليوم في جنين هو عمليه انتقام من عمليه تل ابيب التي نفذت قبل ايام من قبل الشهيد ضياء حماشه من بلده يعبد. وفعليا هذا يعني من خلال ما رأيناه اليوم المجزرة التي حدثت في جنين هي تبريرها الوحيد أن ما حدث هو انتقام فعلا. صحيح، انتقام من للمستوطنين أو حتى ليقول الاحتلال لمستوطنيه أننا ها نحن نقتل منهم كما يقتلون منا. أيضا من ضمن هذه الانتهاكات يعني اقتحام النائب الصهيوني هذا اليوم، ألا يعد استفزازا أيضا يضاف إلى انتهاكات الاحتلال الصهيوني في النقب وفي الضفة وغيرها؟ صحيح، يعني الاحتلال أعلن أنه سيسمح لمستوطنيه باقتحام المسجد الأقصى، وفعليا هذا ما حدث صباح اليوم بالتزامن ايضا مع العمليه التي نفذت في مدينه جنين. كما قتل جيش الاحتلال في بيت لحم شاب اخر بالدعوى انه نفذ عمليه طعن. فالاحتلال يعني يحاول بكافه الطرق استفزاز الفلسطينيين سواء من خلال السماح لمستوطنيه باقتحام الاقصى، سواء من عمليات المداهمه المستمره لمناطق مختلفه في الضفه الغربيه، سواء من تعزيز الحواجز في مناطق مختلفة في الشوارع الفلسطينية. يعني حتى أيضا من التضييق على الفلسطينيين هناك فتحات في جدار الفصل العنصري يستخدمها العمال للوصول إلى الداخل المحتل للعمل، قام الاحتلال بإغلاقها ونصب خيام عليها وقناصين موجودين بشكل مستمر على هذه الفتحات. يعني الوضع وهناك انتهاكات نعم، ولكن الحديث الآن أيضا في الأوساط السياسية هناك حديث للاحتلال عن تصعيد محتمل في غضون شهر رمضان المبارك بعد يومين، يعني سيبدأ إن شاء الله ويعد الاحتلال العدة لذلك. ما صحة هذه الأنباء؟ هل تواردت لك مثل ذلك، مثل هكذا أنباء؟ يعني جميع اللقاءات الدبلوماسية التي تحدث في هذه الأيام سواء من خلال لقاءات قادة في جيش الاحتلال أو قادة في حكومة الاحتلال مع مسؤولين عرب ومسؤولين فلسطينيين هي للمحاولة لسيطرة على الوضع خلال شهر رمضان المبارك، لمنع حدوث أي حدث في شهر رمضان المبارك. يعني الاحتلال في حالة ترقب
وخوف مما سيحدث في الأيام القادمة. ففعليا الاحتلال يسعى جاهدا للسيطرة على الوضع خلال شهر رمضان المبارك. طيب في سؤال أخير أبشذ عفوا، يعني في المقابل حركة حماس أمس وحتى قادة القسام يحذروا من استمرار الاحتلال في انتهاكاته التصعيدية، هل من المتوقع أن تكون هناك يعني عملية رد جديدة كتلك التي شهدها شهر رمضان من العام الماضي؟ يعني صراحة لا، يعني لا يوجد لدي فكرة عما سيحدث، ولكن كل شيء محتمل وكل شيء متوقع. نعم. يعني تصاعد الأحداث منذ بدايتها، من يترقب الأحداث أو يشاهد الأحداث منذ بدايتها يعني يلاحظ أن هناك تطور سريع ومستعجل في الأحداث، ولا نعلم أين ستصل هذه الأحداث وأين سنصل بعد يوم أو يومين. نعم، إذن شذا حنيشة هاتفيا الصحفية الفلسطينية من الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك.